السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدايرة دي اي سي تلات خمسات، مطلوب مننا نوع طبعا ستيبل، ومطلوب ان احنا الاوتبوت على ليد ينور كل ثانية. ف الايكويشن بتاعتنا اهي، تي واحد اللي هو تايم اللي هيخلي الليد تبقى اون، وتي اتنين التايم اللي هيخلي الليد هتبقى اوف. تمام، اون يعني شغال، اوف يعني مش شغال. تمام، والوقت ما بينهم متقارب جدا، دي ثانية ودي ثانية، هتنور في ثانية وتطفي في ثانية. تمام، طبعا ده سي واحد وده سي اتنين، ودي تي كابيتال يعني البيريود الكاملة كلها، وده الفريكوانسي هيبقى تقريبا 1 هرتز، وادي الدايرة النظرية للايه، للاي سي تلات خمسات. طيب طبعا ده الجراوند، وده البوزيتيف 5 فولت الى 15 فولت، ان هو النوع ده من الايسيهات اللي عندي تقريبا ان اي، فالان اي بيشيل من 5 ل 15، لازم تخش في تاتا شيت وتعرف هو بيشيل كام فولت. تمام، فاحنا بعد كده رسمنا الدايرة دي وحطينا القيم، قلنا لو عملت ار 1 10 كيلو، ار 2 22 كيلو، وسي 1 47 مايكرو، وسي 2 100 نانو، هيجي بالظبط 1 ثانية او اقل منها، سنة صغير جدا بس بالظبط 1 ثانية يعني. او ممكن تستخدم 10 يعني تخلي ار 1 10 اس 4، وار 2 10 اس 3 اوم طبعا، وسي 1 تخليها 100 مايكرو، وسي 2 تخليها 1000 مايكرو فراد، حسب بقى ايه المعادلة تظبطها انت يعني. فانا قلت ان بدل ما استخدم مقاومات ثابتة انا استخدم مقاومة متغيرة عشان اتحكم في المعادلة براحتي، فده اللي انا عملته. ادي الدايرة العملية، استخدمت مقاومتين متغيرتين ونفس الرسمة، واستخدمت مقاومة ثابتة قيمتها 220 اوم عشان الليد ما يتحرقش. انت عارفين طبعا الجهد بيتجزأ لما تكون الدايرة متوالية، يعني ده كده ورا ده على طول. تمام، ده كده اسمه سيريس، واخد الخارج على الليد، الليد اللي هينور كل ثانية. فدي المقاومة اللي هي دي اللي هي متلونة دي، والمكثف الكبير خالص ده هو المكثف الألف، كل طبعا ما قيمته بتكبر كل ما المكثف حجمه بيزيد. والبتاع الأسود الصغير ده هو الأي سي تلات خمسات بتاعنا، وأدي البطارية 9 فولت، البطارية بتاعتنا 9 فولت. اوكي، وهنجرب دلوقتي ان احنا نشغل الدايرة بتاعتنا. طبعا زي ما انتوا شايفين البوزيتيف بتاع البطارية هو على طرف 4 او على طرف 8، ما الاتنين متوصلين ببعض، والسالب على الجراوند، انا اخترته في اي مكان يعني. تمام، فهناخد الموجب بتاعنا اللي هو على طرف 4 اهو، ادي طرف 4 ماشي، وادي السالب بتاعنا. طبعا اخترت الطرف ده هو السالب جراوند، حطيت كله عليه يعني، فده جراوند وده جراوند، وطبعا في البريد بورد وصلت النقطة دي بالنقطة دي، فبقى اصبح ده كله برضو جراوند، الشريطة دي كلها جراوند ودي جراوند. فلو حطيته هنا هيشتغل، او حطيته هنا هيشتغل، ولو حطيته هنا برضو هيشتغل ماشي. فنشغل كده الدايرة بتاعتنا، شايف تقريبا بالظبط كل ثانية. ودي كانت فكرة عمل تايمر، ان انا استخدم الاي سي تلات خمسات في ان هو يشتغل تايمر ويتحكم في الليد كل ثانية تنور. طبعا لو غيرت المقاومات دي قيمتها يعني هتتغير طبعا سرعة الفريكوينسي، او الفريكوينسي بتاعنا يعني، او التايم اللازم لفتح وغلق الايه الدايرة. بس شكرا.